ويرفض مجلس الوزراء رفضا قاطعا إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية ويدين القصف الإسرائيلي الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويخرق القرار 1701 ويشدد مجلس الوزراء على رفضه استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ وإعطاء إسرائيل ذريعة للاعتداء على لبنان واستدراجه إلى حرب تؤذي مصلحته الوطنية ولا تخدم أي مصلحة فلسطينية أو عربية.